السلام عليكم ومرحبا بكم من جديد في القناة ديال الأفائل، القناة اللي كتقربكم من مجال العقار وكتبت لكم عروض عقارية مختلفة، كتعطيكم فكرة على شنو كاين من جديد في الديكور، في الفصالات ديال الشقق، في المواقع، الأثمنة اللي كاينة حاليا في السوق ديال العقار، ما إلى ذلك. كنتمنى تكون كتعم الفائدة عبر المشاهدة ديال هذه القناة هذه والفيديوهات ديالنا. معكم طارق، غادي نقوم بالوصف ديال هذا العقار. اذا باش تحمسونا ودفعونا نجيب لكم عقار اجداد، ما عليكم الا الاشتراك وكذلك المسانده ديالنا بالضغط على الزر ديال الاعجاب ديال الفيديوهات. كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير، وكنشكركم بزاف بزاف على التفاعل ديالكم البناء معنا. على بركه الله، هذا العقار هذا اللي كتشوفوا اليوم هو عقار من الفئه ديال السكن الفاخر، اللي كيتواجد بواحد الموضوع بواحد الموقع اللي كذلك مطلوب بزاف، وموقع اللي ممتاز للسكن وعمر دغيا، واحد الحي اللي عمر دغيا، هو الحي ديال اناسي. اناسي ولا كيتعتبر هادشي بعدا بمدينه مكناس. الناس اللي كيتفرجون فينا من خارج مدينه مكناس كنقول لكم مرحبا بكم. هاد العقار راه في اناسي ديال مدينه مكناس. هاد الحي ديال اناسي راه ماشي حي اللي هو قديم ولا عريق، من الاحياء الجديده، يعني نقدروا نقولوا اللي بدا في 2010 2011 بدا هذا الحي يلاه بدا فيه البني، ولكن دابا حاليا في 2021 راه حي اللي هو عامر، فيه المرافق اللي كيبغي الانسان، المدارس، كاين الجامع، كاينين نقدروا نقولوا الابناك، كاين المواصلات، حي اللي ولا واجد للسكن، وحي رائع، حي مختار كما كنقولوا، زعما زو نقي وفيه الامن والامان. بالنسبه لهذا العقار راه فيه جوج ديال الواجهات متقابلتين. اذا دابا هنا فين غادي نبداو نميزو ما بين العقارات، كاين اللي كتكون ديال الواجهه، كاين اللي ولكن ديال جوج ديال الواجهات، كاين جوج ديال الواجهات اللي كتكون شوكه كتكون في القنت، وكاين جوج ديال الواجهات اللي كيكونوا متقابلين. بالنسبه لهذا العقار هذا فيه جوج ديال الواجهات متقابلين، واحد الواجهه بعدا ما فيهاش الفيزافي كاع، واحد الواجهه كطل اطلاله ديجاجي واحد لا فيو اللي هي طويله ما محدوداش. وتا الواجهه الثانيه بالنسبه للبريميو دوزيام ايطاج كاين عندهم تقابل، ولكن كاين شارع ديال 10 ديال المتر، ولا طلعتي التروازيام ولا الكاتريام راه كتولي عاوتاني عندك واحد لافيو اللي هي ديكاجي 100%. بالنسبه للشمس ديور لي مشمشين ديال جوج ديال الواجهات، قلا ما كنلقاو شي حاجه ما مشمشاش. غادي ندوزو نهضرو على المساحات. دابا انا كنوصف شي حوايج اللي ما كيبانوش لكم دابا في الفيديو. بالنسبه للمساحات ديال هذا العقار هذا، هاد العقار هذا غادي نقول المساحه ديال المبنيه تقريبا فيهم اللي مبني فيهم، راه كنهضروا على مساحه تقريبا ديال 126 متر مربع. هذه المبنيه شنو كنعني بالمبني؟ فيها داخلين فيها البلكويات، داخل فيها الحيوط، داخل فيها الكلوارات، الملكيه المشتركه، ما الى ذلك. ولكن التدر كاين اللي فيها شقه اللي فيها تقريبا بحال بحال، كاين واحد الاختلاف بسيط، كاين اللي فيها 117 وكاين اللي فيها 114 ديال المتر. كما شفتوا معايا فيها واحد الطريقه مختلفه هاد الشقه، فيها طواليت بوحديتها والفاسك ديالها بوحديتو، الحمام والدوش والطواليت عاوتاني بوحديتهم. كما تشوف المدخل كاين الصالون والسيجور، وهنا كاين واحد الكوان صالا مونجي، هنا فين كاين هاد الضو هذا، هاد الاناره هادي. بالنسبه للزليج اللي تعزل، زليج مات اللي رائع، غادي كيتناسق وداك الصباغه ديال البلاتينيا البيضاء. بالنسبه للابواب كاين فيهم لاتر كما شفتو، حتى الشومبرا ديالهم، الشومبرا شنو كنعني بها؟ هذاك الكادر ديال الباب راه ماشي داك العادي اللي فيه ما عقلتش واش 3 سنتيم ولا 4. شوفوا الشومبرا كي دايره مغطيه الباب كامله، وخشب ماشي ام دي اف، خشب. بالنسبه للبيت ديال الوليدات هو هذا، وفيه البلاكارات، فيه البالكو ديالو. غادي ندوز نهضر على الاثمنه. كما قدمنا المقاول وكما اكدنا المقاول، بالنسبه للاثمنه، بالنسبه هانتوما الطبق الثالث الطبق الرابع ب 68 مليون، ابتداء من 68 مليون كيتباع هذا العقار. بالنسبه للطبق الثاني والثالث الثمن ديالهم هو 73، الطبق الاول بالنسبه لهم هو 74 مليون. وكاينين عاوتاني الشقق الاخرين المتقابله معاهم. بالنسبه للطبق الرابع 72، الطبق الثالث والثاني 75، والطبق الاول هو 76 مليون. غادي تقولوا لي هاد الاثمنه ما غادي نقول لكم. شوف بالنسبه لهاد العقارات اعزائي المشاهدين، خاص الانسان يجي ويشوف وعاد يحكم. علاش؟ لان الاثمنه راه تيحكم عليها الموقع، تيحكم عليها الفصاله، تيحكم عليها المساحه.
ماشي غير بمجرد انني كنشاهد الفيديو غادي نقول واش غاليه ولا غادي نحكم عليها واش رخيصه واش غادي. لا يمكن الجزم والحكم، خاص الانسان يجي ويشوف حتى السوق، يقارن ما بين السوق شنو فيها. واخا عادي يمكن نحكمو نشوف لا كاليتي ديال لا فينيسيون من المواد الاوليه اللي تحطات في العقار، من بزاف بزاف ديال الامور. ومقارنه هذا العقار هذا مع شنو كاين في السوق، راه كاين تنافسيه كبيره، لا في الثمن لا في الطريقه باش تفصل هذا العقار، لا بالطريقه باش تفينه. تنافسيه كنعاودها، تنافسيه اللي هي كبيره. اللي بغى يشوف هذا العقار اعزائي المشاهدين معايا الى التواصل معنا، الارقام ديالنا هي اسفل الفيديو، سواء عبر الواتساب ولا عبر الاتصال، نحن راه الاشاره. كما كتشاهدوا معايا بالنسبه للمطبخ، راه مطبخ اللي هو جاهز، يكيبي في لا بلاك لا هوت لو فور ديالو، اللي كتبقى كيبقى فقط الثلاجه والكونجيلاتور، هذا كيبقى اختياري ديال الزبون. بالنسبه للبالكونيات راه حنا شاهدنا جوج، كاين واحد في هذا البيت وكاين واحد اخر في هدف، واحد في الكوزينه وواحد في البيت ديال الوليدات. نزيد حوايج اخرين اللي كيدي الانسان مع الدار، كاين الملكيه المشتركه اللي فيها سطح، فيها دار الاحساس، وفيها باركينغ السوسول. كنتمنى اعزائي المشاهدين يكون عجبكم هذا العقار، ما تنساوش بالضغط على زر ديال الاعجاب وكذلك الاشتراك. كنقول لكم شكرا شكرا جزيلا، والى عقار مقبل والى فيديو مقبل ان شاء الله. 68 متر مربع